مرحبا واهلا وسهلا فيكم. فيديو جديد. فيديو اليوم عبارة عن طريقة استغراق رابط قناة. انه هذا البنت قالت لي حبيبتي بس طلب واتمنت نزي اريد طريقة حتى استغرق رابط اي قناة بسرعة رجاء لاني مستعجلة والفيديو روعة. طيب طريقة استخراج القناة يعني بتدوسوا تكسوا على كلمة مشاركة هذه هي، وبتجيبوا نسخ الرابط. هذا هو نسخ الرابط، تم النسخ. طيب ومثلا بتجيبوا هاي وبتضغطوا كثير هيك ضغطة مستوجة، وبيجيب لكم لصق لصق وهذا هو الرابط انحط هون، بس انا طبعا ما راح احطه لان ما راح احطه. طيب وهيك يعني هذه الطريقة اللي انكم تستخرجوا اي رابط قناة او حتى اي لابي او اي شيء. بس اذا عندما تدوسي هون هيك بيجيب لكم الايميل والواتساب والفايبر وهانجوت وابين، بس ما بيجيب طبعا اليوتيوب او الانستغرام. واذا بتكون تبعتوا الرابط على الانستغرام او اليوتيوب بتكبسوا على نسخ الرابط وبيجيكم، وبعدها بتضغطون ضغطة مستوجعة هاد هيك وبيجيكم لصق اذا كان على الانستغرام او حتى اليوتيوب او اي شيء بتكون اياه، حتى ايش يعني. طيب وباي، هاد كان فيديو. لما تسوي لايك وشير وسبسكرايب كومنت وباي.